هنصور فكرة عن المقاس. المقاس ما شاء الله جميلة اهي. عندنا ولد وبنوتة. البنوتة هي بتاعتهم وانا ما اربيهم بكبرهم عشان نبقهم على عيد ان شاء الله. ما تنسيش تشوف قناة وفعلا سري الكرش تضغط اللايك. يلا نشوف. انا هنزل على كل الفيديوهات عشان في منوعات مالي منوعات حاجات كتير وتشوف في القناة. ويلا نشوف الفيديو. هتقدم قناة متنوعة بتتكلم فيها عن تربية الحيوانات وعن الرسم وعن الزراعة وعن حاجات كتيرة ومعلومات معلومات تفيد يعني. وانت مسمي المعيز دي رشيد رشيدة رشيد. الابيض ده ايه؟ الابيض ده رشيد. والاسمر رشيد. وانت مالك هتعرف تذبحهم في العيد ولا اجيب حد يذبحهم؟ انا هتعرف تذبحهم؟ طب هما مش اكتفهم بالحبل وبعديها هحطيهم عليهم واذبح رشيد. وانا اذبح رشيد. هتذبحهم بايه؟ كده طبعا. ما شاء الله عليك. تمام. خلاص يا ملوك انا اشكرك على الفيديو الجميل ده. خد بالك منهم وما تاكلهمش كتير عشان برضو ما يتلكموش والكلام ده. ودايما من اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها اللي انت تديهم ادويه اللي هي الديدان، علشان الديدان لو موجوده في بطن الحيوان اللي بيحصل ان هو بتاكل من اكله فما بيتغذاش كويس فما يعملش لحمه. تمام. فانت راعي الموضوع، ما تشربهمش ميه كتير عشان ما يسهلوش. الميه مرتين في اليوم، مره بالنهار الصبحيه ومره بالليل. بالظبط، مره بالليل او المغربيه حسب انت كده. تمام. ونوع في اكل. انا شايف ما شاء الله انت بتاكل اهو ذره وفول، وبتاكل في تبن اهو كويس، تبن كويس بيوسع المصارين، وماكل غله انا شايف اهو، والذره كسر الذره وحتى الفول والتبن، وفي تبن احمر كويس جدا. الله ينور عليك يا ملوكه، ده انت عامل اكل جميل جدا. شاطر يا ملوكه، شاطره يا فريده. نتمنى لكم النجاح وكده، وبرده نكمل مع بعض. وطبعا لازم تهتم بالمعيز وتحميهم وكده. تحمي المعيز؟ والله ليه بقى؟ عشان نطور منها. ده صح، حلو. التحميه جميله جدا، ويفضل برضو لو بحاجه عشان شعرهم يبقى صغير مش يبقى كبير. تمام. هو طبعا موضوع الحلق دلوقتي خلاص، عشان لو انتوا هتذبحوا العيد خلاص الوقت مش يعني كده مش مفيد قوي يعني، بس براحتك يعني لو انت عايز تنضفه قبل ما عشان انت هتنشف مثلا الجلد ده وتحطه قدام شقتك ولا حاجه، فكويس خالص، جميل خالص. ف ايه ده، رشيده جايه عند فريد، صاحب فريد اهو. الله. تمام بالظبط كده زي ما احنا بنقول كده. يبقى احنا وقفنا عند ايه في الكلام؟ كنا بنقول ايه يا ملوكه؟ ايوه، التحميه كويس جدا، بالذات لو في مثلا حشرات التحميه، ويفضل لو شامبو مثلا اللي هو ضد الحشرات، ضد القشره، ضد التهابات الجلد، عشان المعيز في الصيف بيجي لها التهابات الجلد، وممكن من الجدري وممكن اشياء كتيره جدا. تمام يا ملوكه، شكرا على قناتك، وانا استنى منك اللي انت تورينا ايه فيديوهات جديده. متنسوش تتابع في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، ولازم تحافظوا على المعيز بتاعك. تمام. بص انا عايزكم انتوا كده تيجوا تقولوا ايه منوعات مالك. ماشي، تعالوا كده يلا. ماشي، تعالى يا فريده انتوا ملوكه. ماشي، يلا اشتركوا في قناه لما اقول ماشي. يلا اشتركوا في القناه. تاني وقف. ماشي يلا تاني. باي. ماشي تاني بقى مره. بص ثانيه بقى، عايز اعملوا ايه يا مؤاخذه كده.